يقول إني لم أحج بعد، فإذا أردت الحج ومنعني أبي فهل يجوز لي أن أخالف أمره وأحج دون استئذان منه؟ إذا كان والدك يحتاج إليك حاجة ضرورية فإنك تبقى معه وتؤجل الحج إلى أن ييسر الله لك. أما إذا كان والدك لا يحتاج إليك وإنما هذا من باب التحكم من عنده فلا يمنعك من أداء الواجب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو منعك والدك من الصلاة هل تطيعه؟ لا تطيعه. وكذلك الحج، حج الفرض هذا مثل الصلاة، لا تطيع والدك فيه إلا إذا كان هو مضطر إلى بقائك عنده، فإنك تؤجل الحج إلى عام قادم. نعم، هذا في الفريضة. وإن كان الحج نفلا؟ وإن كان الحج نفلا فلا تحج إلا بإذن، لأن طاعته واجبة والحج نفل فلا يقدم المستحب على الواجب. نعم.